بدي أعطيكم نصيحة، إذا جوعانين لا تتفرجوا على هالفيديو. وبدي أعتذر منكم كتير على قساوة هذا المشهد، بس صدقوني الشر لابد منه. حبيت سمعكم صوت القرشة. تعالوا تعالوا شوفوا لي هالوصفة الخرافية، طعمتها بتجنن. قد ما حكيت ما بقدر اوصف لكم. لا تقولوا لي لا اسوارة ذهب ولا الماس، هاي اغلى واطيب اسوارة. عملت لكم اسوار الست باسهل طريقة وباطيب طعمة. لتعرفوا سر هاللون الأخضر والشكل الحلو تابعوا الفيديو للآخر. بتمنى من متابعين الأكابر ما ينسوا اللايك والشير والسبسكرايب ويدعوا لنا دعوة حلوة من القلب. ويلا نبلش الوصفة مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نهار خير وبركة على جميع المتابعين. عنا أول مرحلة عجينة الرقايق، بدنا نقطعها لأربع أقسام طبعا حسب حجم العجينة يلي عندكم، بتشوفوا شو الأنسب. وهون عنا الحشوات، أنا عندي هون فستق حلبي ما منحط عليه أي شيء أبدا، والكاجو نفس الشيء ما منضيف له أي شيء لأنه بالفرن بيحترق وبياخد لون بسرعة إذا ضفنا له سكر أو قطر. هلأ بدنا نحضر القطر أو الشيرة، رح نضيف كاستين سكر وفوقهم كاسة مي. منحضرهم أول شي لأنه لازم يكون بارد. عنا عصرة ليمونة، وفي عنا كمان ماء الزهر وماء الورد. بدنا نخلطهم كتير منيح لحتى يدوبوا شوي. من بعدها منجيب خرقة نظيفة مبلولة وبنمسح الأطراف مشان القطر بس يبرد ما يسكر معنا. بعد ما يغلي بدنا نتركه يغلي تقريبا شي 10 دقايق ونطفي عليه. حتى نحضر أساور الست رح نجيب مثل عودة. هلأ شكل الأساور رح يختلف بحجم العودة، إذا كانت تخينة بدهم يطلعوا تخان، إذا كانت رفيعة رح يطلعوا رفاع. رح نحطها تقريبا مو بالنصف أو النصف شوي، ورح ندورها بهذا الشكل أو نلفها عفوا، منلفها بهذا الشكل، يعني لا حنشد كتير ولا حنرخي كتير، منخلي إيدنا وسط، بدنا نخلي سنتي برا، وبعدين رح نرصها على بعضها مثل ما لكم شايفين. هلا بورجيكم كيف بتطلع. ونسكرها بهذا الشكل، شغلتها كتير كتير سهلة، منشد عليها شوي لحتى تسكر على بعضها. شوفوا كيف طلعت، هيك طلعت هون رفيعة. هلا انا ما عندي شيء اتخن من هاي العوده، فانا حجرب لكم بقلم عادي. رح نحط القلم بهذا الشكل، رح نخلي البوزه تبع القلم لجوا، هلا بتعرفوا ليش، ورح نخلي شوي منها برا لانه القلم اقصر من العجينه مشان نقدر نسحبها بعد شوي. وهلا بس نكبسها لجوا، مشان هيك خليت البوزه برا مشان ما تتقطع العجينه ونحنا عم نشدها على بعضها. رح ندخلها بس من الطرف الفوقاني، من تحت ما بدنا نشد، بس من فوق حندخلها تدخيل مثل ما لكم شايفين. شغلتها كتير بسيطة هيك وتمام، منطلعها. وأنا حبيت الشكل الأدخن شوي، بيعطي جمالية أكتر مثل ما لكم شايفين، شكلها كتير حلو. هلأ رح أورجيكم كيف طلعت اللون الأخضر للفستق. أنا طحنت الفستق الحلبي ناعم ورشيته على العجينة، لازم يكون بودرة، ما بدنا نحاول ما يكون فيه شقف عشان يكون اللف أسهل.
ورح نلفها بهذا الشكل مثل العجينة العادية، بس ما بدنا نشد ايدنا كتير. مثل ما لكم شايفين شغلتها كتير بسيطة وسهلة، وهيك بتكون عطتنا اللون الأخضر الحلو. هلا هون انا مدوبه سمنه حيوانيه لانه بتعطي طعمه اطيب بكتير، ورح ندهنهم كتير منيح بالسمنه، لازم يغبوا سمنه منيح. وهلا رح نحشيهم اللون يلي عملناه اخضر، يلي حشيناه فستق ناعم رح نحط عليه فستق، والساده رح نحط عليهم الكاجو. ومثل ما قلت لكم الحشوه ابدا ما لازم يكون في عليها اي شيء، لانه لما نحط لها قطر او سكر بتاخد لون بسرعه وبتحترق. نشويهم على درجة حرارة 180، بنحطهم تحت النص بشوي بالفرن، مو الدرجة النصانية اللي تحتها بشوي، درجة 180 وبس من تحت، بس يستوي من تحت ونشوف انه صار اشقر من تحت، بنحطهم من فوق 5 دقايق، وعلى حسب اللون اللي بتحبوه، بس ياخدوا لون حلو بيكونوا خالصين. بدي ورجيكم سماكة القطر، هيك بده يكون، لا كتير سميك ولا كتير مريق، هذا المناسب. هون عنا القطر بارد، هون اول ما نطلع الصينيه من الفرن بدها تكون سخنه، وبنحط عليها القطر وهو بارد، فهي سخنه بتغب القطرات كلياتهم. وانتو القطر حسب الرغبه، اذا بتكتروا بتطلع حلوه زياده، انا خففتها شوي، بحب قطره يكون خفيف ما تكون سكره زياده يعني. وبتحبوا فيكم تحطوا معلقه سمنه بلدي بقلب القطر كمان بتعطي نكهة، بس أنا دهنتهم هن بالسمنة فما في داعي أرجع أحط السمنة بقلب القطر. نستناهم ليبردوا ونقدمهم وبيكونوا خالصين. وهلأ بعد ما خلصت وصفتنا ريحتها وشكلها شي بشهي، شغلة كتير 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 ظريفة، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتدعوا لي دعوة حلوة عليها. وإن شاء الله ألف صحة وهنا لجميع المتابعين، ولأي حدا جربها يا ريت يكتب لي بالكومنتات، وإن شاء الله ألف صحة وهنا. ما تنسونا من دعواتكم الحلوة، وأهم شي ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، نحن بنكبر فيكم وبمحبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.